بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. وكالعاده في مباراه المنتخب تونس بيحتاج فيها لمدير فني، بنكتشف ان السيد منزل الكبير لسه على الموعد وعلى العهد، والراجل بياكد لنا في كل مباراه تونس بتحتاج فيها لمدير فني عنده شخصيه ومدير فني عنده سيناريوهات للمباراه، ان الراجل ده ماسك منتخب تونس بالحب، اللي هو منتخب تونس حرفيا مفكرش قبل مباراه سوريا ان هو ممكن يلبس اي اهداف. بجد والله منتخب تونس ما كانش عنده بلان بي خالص. يعني منتخب تونس اول ما دخل فيه هدف اول، الفرقه اتفكت كلها وكل حاجه ضربت منك في وشك مره واحده، اللي هو بالصلاه على النبي يا جماعه اللي حصل ده، احنا لابسين جون في اول 3 دقايق من تصويبه فيها توقيت سيء لحارس المرمى بتاعنا اللي هو مفترض كابتن الفرقه فاروق مصطفى، وفيها يعني مش عارف هم كانوا بيفكروا بايه في محاوله ان هم بيبنوا بالطريقه الغبيه دي، ان هو بتباص اللعيب في العمق بتاعك اللي هو فرجاني ساسي، ففرجاني يقع وعايز ياخد فاول فاوليفر ياخدها منه ويصاب تصوبه سيئه، بس سبحان الله الحارس بتاعك ياخد توقيت اسوء بكتير من التصوبه اللي هو بالصلاه على النبي شاطها وحش عادي. ابن عمنا ما عندناش اي مشكله، اللي هو طب دخل فينا جون، هل في قائد في الملعب يقدر يرجع المنتخب التونسي للمباراه؟ لا. ليه بقى؟ لان القائد هو فاروق المصطفى، ولان الفرقه بسم الله ما شاء الله كسبت الماتش اللي فات بال 3 4 2 1، فالسيد موز اللي كبير قال لك اغير والعب 4 2 3 1. يا راجل ده حتى امه بجدات التدريب بتقول لك ما تلعبش في حاجه شغاله، يعني انت كسبت ماتش بال 3 4 2 1 تيجي الماتش اللي بعديه تلعب 4 2 3 1؟ والله العظيم 3 حرام اللي انت بتعمله. طب لو عايز تلعب 4 2 3 1 يوسف المساكني يلعب صانع العاب ولا فراس بالعربي؟ مش طالبه جنان هي، ازاي 4 2 3 1 تلعب بلعيب كان بيلعب هاف في الماتش اللي فات وجاب جونين تلعب بيه صانع العاب؟ اللي هو انت اشتغلت هاف اشتغل صانع العاب، اشتغلت مهاجم تاني اشتغل صانع، اللي هو انت بتنيل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ انت كل اللي انت عملته في الملعب ان انت نزلت الياس شتي اساسي، لا غيلان شعلاني اسف اساسي، انت نزلت غيلان وريحت حمزه المسلوسي وبدل ما تلعب بثلاثه هلعب باربعه. طب انت قريت منتخب سوريا كويس؟ اطلاقا. حظك السيء انك لبست جون بدري، فالجون البدري ده بين للتوانسه كلهم ان المدير الفني اللي بره ده عباره عن بطيخه حرفيا، اللي هو مش محضر اي حاجه خالص، والفرقه بسم الله ما شاء الله مش متحضره نفسيا لموضوع ان هي ممكن تلبس جون ده خالص. لبس جون المنتخب التونسي كان نازل، شويه الثقه اللي كانوا عنده خلاص كلهم اتحولوا لضغط، كلهم اتحولوا يلا يا جماعه عمالين نجري دلوقتي عايزين نجيب جون. وكالعاده بقى في المواقف دي بتحضرك ايه بقى؟ الفرقه اللي قصادك بتقلب 11 اسد في الملعب، اللي هو بسم الله ما شاء الله اليوم ده حرفيا مش بتاعك خالص، انت مش جاي هنا تعمل اي نتيجه ايجابيه اطلاقا. محمد علي بن رمضان دايما التغييره الاولى بالنسبه للمنزل الكبير محمد علي بن رمضان، فمحمد علي بن رمضان يعمل فول غريب جدا في الوقت اللي تونس بتدور فيه على هدف، محمد علي بن رمضان بيدخل في محمد عثمان دخله غبيه قوي، اللي هو يا اخي الفار جاب الحكم طرد محمد علي بن رمضان. منتخب تونس خسر؟ لا، ما منتخب تونس خسر من بعد ما لبس الهدف الاول اساسا، منتخب تونس ضاع تمام بعد الهدف الاول. فمنتخب تونس بقى يحصل معاه ايه؟ بسم الله ما شاء الله كل حاجه سيئه النهارده جايه كلها بتحط على المنتخب التونسي. اول كوره في الشوط الثاني بياخدها محمد عثمان يشوط تيجي رايحه في السكه، اللي هو بتخبط في العارضه من فوق وبتخش. هو فاروق مصطفى كان واقف في مكان غلط، وفاروق مصطفى تحركه كان غلط وما كانش هيجيبها اساسا، بس ده بيدل لك ان الحارس بتاعك برده ما كانش في يومه، فالدنيا بالنسبه لك كانت ضايعه خالص. نسكت بقى على كده؟ لا، نحاول نلمها، لا نحاول نلمها بقى، اللي هو يا ده انا عندي يوسف لمسكني ينفع يلعب صانع العاب مكان فراس بالعربي. ام اللي مسكت منتخب تونس يا اخي، والله العظيم ثلاثه كانت ساعه هم ومسكت منتخب تونس، انت بتنيل ليه طيب؟ قبلها كان منزل نعيم سليت عشان خاطر ايه في نص الملعب؟ اللي هو انت قدامك حلين دلوقتي، يا تدافع عشان ما تلبسش التاني، يا تقرر انت تسيبها زي ما هي، يا في حل تالت تقرر تهاجم بقى وخلاص كده كده خربانه 1-10. فانت كالعاده بما انك مدير فني شخصيه قويه جدا قررت انك ترجع تدافع بقى، ومنتخب سوريا برضه سايب لك الكوره، اللي هو بص انا مش هاجم، انا جاي هنا العب زون ديفنس، انا تيتي فاليري قال المباراه ان انا هلعب زون ديفنس والعب اعتمد على الهجمات المرتده. منتخب سوريا كان قادر ان هو يسجل؟ طبعا كان قادر ان هو يسجل. منتخب تونس كان قادر ان هو يسجل؟ بص منتخب تونس اخطر فرصه ليه كانت في الشوط الثاني، الكوره اللي بعد الهدف اللي اتصدى لها الحارس خالد حاج عثمان، بس بعدها بقى منتخب تونس بسم الله ما شاء الله يعني هو بره الجيم اساسا بعد الهدف الاول، بس منتخب تونس خلاص اللي هو
الموضوع ضاع خالص، مفيش حد مركز، مفيش قائد يلم، مفيش اي نيره خالص، مفيش حتى ربع حظ كده في الملعب تقول لك ان انت ممكن ترجع، اي بادره امل كده بسيطه تقول لك انك ممكن ترجع في الجيم. كل حاجه كانت ضد المنتخب التونسي النهارده بجد والله، كل الظروف كانت ضد المنتخب التونسي عشان خاطر تصريحات الكابتن الجميل نبيل معلول ان مباراه سوريا يا جماعه مش مقياس، مباراه حسم التاهل على المركز الاول قدام الامارات هي اللي هتكون مقياس. يا اخي مفيش التصريحات بتاع شويه بني ادمين كده بتقلب عليك في الاخر، اللي هو البس بقى يا معلم البس، او التصريح بتاعك الحلو ده مباراه الامارات هتكون بالنسبه للمنتخب التونسي مباراه حياه وموت، ولازم تونس تكسب وتستنى تلاقي فيه نتيجه ايجابيه جايه لها من موريتانيا، اللي هو يا اخي بركاتك انت وتصريحاتك. وهو ده عيب اللاعب العربي، اللاعب العربي ياما ما عندوش ثقه وياما خايف جدا، يا بينزل الملعب اللي هو انا نازل اعمل كل حاجه في الكوره، اللي هو يا اسطى انت ما عندكش بين البنين، يعني ما عندكش كده حاجه متوسطه. دي اللي بيعرف يظبطها هو اللي بيعدي بصراحه، يعني المدرب اللي بيعرف يظبطها عند اللعيبه بتاعته هو اللي بيعدي، انما احنا اساسا بنتكلم على فرقه تفتقد لمدير فني عنده ابجديات، فنتكلم على ان هو يتعامل مع لعيبته نفسيا. لا يا باشا، ده اتقال ان هو لاعب علي معلول مصاب ولاعب ياسين الشخاوي مصابين، فالنهارده الماتشات اللي انت محتاج فيها معلول ومحتاج فيها الشخاوي عشان تضطر تهاجم قررت انك تحطهم بره. فلا لا بصراحة يا جماعة الله يكون في عونكم، أنا عاشرت البدري وبعاشر هذا المنزل الكبير، لا بصراحة البدري كان أرحم بكتير والله، والله البدري كان أرحم بكتير. هدرك للإخوة الترانس، نتمنى نلاقي ربنا كرم المنتخب التونسي وطلع من عنق الزجاجة اللي حطه فيه منزل الكبير وسوء الحظ ده ويقدر يصعد للدور القادم. البطولة بتقول العربية بس احنا معلش احنا ما عرب شمال افريقيا، مالناش دعوه بعرب اسيا، معلش مش عنصريه، بس احنا بنتكلم عن المنتخبات اللي احنا بنشوفها، احنا بنشجع اللي بنشوفه بقى بالسلام النبي، غير ان في لعيبه منتشرين في الدوري المصري توانسه وكده، مش هنتكلم على فرجاني، هنتكلم على علولو ولا سيف الدين الجزيري اللي زيه زي لعيبه كتيره برده كانت تايه، هنتكلم على هارد لك للمنتخب التونسي، ويا ريت تفهموا احنا ليه بندعم العرب بتوع شمال افريقيا ومش بندعم عرب اسيا، يا ريت بس تفهموا، يا ريت.